الاتحاد الدولي يخطر نادي الزمالك بإيقاف القيد. الاتحاد الدولي يخطر نادي الزمالك بإيقاف القيد. ليه يا عم محمد؟ بسبب الزمالك كان المفروض يدفع لأعتقد للأفريقي التونسي، أعتقد الأفريقي التونسي المفروض الزمالك كان يدفع يعني فلوس الرعاية للأفريقي التونسي عشان خاطر دي مستحقات سيف الجزيري. المستحقات دي كام؟ يعني 850 ألف جنيه، رقم مش كبير قوي. 850 ألف جنيه. الزمالك ما دفعش الفلوس دي. فالاتحاد أخطر نادي الزمالك بإيقاف القيد 3 فترات. الاتحاد العربي أخطر الزمالك بإيقاف القيد 3 فترات متتالية. طب الزمالك ليه ما دفعش ال 850 ألف جنيه دول؟ الزمالك ما دفعش ال 850 ألف جنيه عشان خاطر الزمالك محجوز عليه، والزمالك مش قادر يحط فلوس في الحساب بتاعه عشان يحول الفلوس دي من حساب الزمالك لحساب الأفريقي التونسي، لأن أي فلوس هتدخل الحساب راح لممدوح عباس. فالزمالك مش عارف يعمل إيه، ومش عارف يفتح حسابات تاني، ورئيس النادي اللي كان بيتصرف مش موجود. فعشان كده الزمالك ما بعتش الفلوس بتاعت سيف الجزيري. طيب اعتقد انت قلقان الزمالك وتوقف من القيد 3 فترات متتالية. الموضوع بسيط جدا، الزمالك تم ايقافه من القيد 3 فترات متتالية. ايوة هذه معلومة صحيحة، بالفعل تم ايقاف نادي الزمالك 3 فترات قيد متتالية. ولكن بقى دي هي اللي لازم حضرتك تعرفها. بمجرد سداد ال 800 ألف، يعني 800 أعتقد 800 حاجة و30، يعني 838 ألف، أول ما الزمالك هيدفعهم هيترفع موضوع الإيقاف. يعني الإيقاف القيد ده مشروط، الإيقاف من القيد مشروط، والزمالك كده كده مش هيأيد حد، لأن أنت مش في فترة انتقالات. يعني أنت مش في فترة، أنت هتأيد مين دلوقتي؟ لسه بقى على شهر 7 ولا حاجة عشان تبدأ بقى تأيد وتشوف صفقات جديدة، إنما دلوقتي مفيش صفقات جديدة. فأنت مش زعلان، أنت مش فارق معاك كتير، أنت مش فارق معاك كتير. فأه الزمالك موقوف من القيد 3 فترات، أيوة، ولكن أول ما الزمالك يدفع، يعني مثلا الزمالك هيأيد في صفقات الصيف من 1/7 مثلا. الزمالك لو جه 30/6 دفع 838 ألف وعمل تحويل للافريقي التونسي، والافريقي التونسي بعت للفيفا قال لهم الزمالك دفع لي، خلاص هيتم رفع القيد من على الزمالك ويقيد من 1/7. الموضوع ما فيهوش اي مشكله ولا في اي خطوره، ده ايقاف بالقيد مشروط. يعني ايه مشروط؟ يعني اول ما الزمالك يدفع يترفع، غير الايقاف اللي جالنا السنه اللي فاتت. لا ده مختلف عن ده. فايقاف من القيد اه، بس انا كده كده مش قايد دلوقتي، ادفعهم لك بقى ايه على يعني على الصيف بقى ايه، وكل سنه وانتم طيبين. الفلوس اللي بتدخل دلوقتي بنقبض بيها العمال والموظفين في النادي، فهدفع لك على الصيف قبل ما ايد، ادفع لك الحجز يترفع والايقاف من القيد يترفع، وكانه لم يكن، وكانه لم يكن. طيب ده بالنسبه للفلوس بتاعت نادي الافريقي التونسي وإيقاف الزمالك من القيد. طيب تعالوا بينا ندخل على مصيبة على كهرباء، مصيبة جديدة على كهرباء. مالها يا عم محمد المصيبة الجديدة بتاعت كهرباء؟ لجنة الانضباط في الفيفا تقرر تعديل بشأن تأخر سداد المبالغ المستحقة سواء كانت مديونيات أو غرامات من 5% إلى 18%. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أي حد متأخر فعليه مديونيات للفيفا أو لأندية اشتكت في الفيفا، سواء في غرامات على أندية أو على لعيبة، الغرامات دي كان في فوائد عليها 5%، كان في فوائد عليها 5%، الفوائد دي اتعدلت بقت 18%. يعني ايه يا عم محمد؟ يعني كهربا
السيد المبجل محمود عبد المنعم كهربا بدال ما كان هبيدي الزمالك فوائد 5% ابتداء من اليوم سوف تحسب الفوائد على الفلوس بتاعت كهربا ابتداء من النهاردة، هتتحسب على 18% فوائد، 18% مش 5%، وده طبعا حاجة يعني رقم كبير. عشان كده كنت دايما اقول لكم اصبروا على فلوس كهربا، ما تستعجلوش على فلوس كهربا، ولكن لا لتقسيط عقوبة كهربا، لان تقسيط عقوبة كهربا هي جريمة محدش يقدر على تنفيذها داخل الزمالك، ولا حتى مرتضى منصور، ولا حتى مرتضى منصور. جريمة مكتملة الاركان، تقسيط غرامة كهربا. ما يجيليش فرصة لغاية عندي ان انا ارقع الاهلي، ارقعه على ركبه في غرامة كهربا وما رقعوش. انا اسف، دي فرصة جات لغاية عندي مش هتتكرر في العمر تاني. فكهربا ابتداء من اليوم الخمسة في المية الفوائد بقوا 18، والساعة بخمسة جنيه، والحسابة بايه بتحسب. ده غير موضوع الدولار اليومين الجايين، لو الدولار طبعا رفع اكيد احنا كمواطنين بنكون متضايقين وبيأثر علينا، والحاجة بتغلى. انا معاك، ولكن انا بقى بتكلم رياضة ما بتكلمش سياسة. رياضة، انا كزملكاوي اكيد هكون سعيد ان غرامة كهربا بتزيد، فممكن الدولار يرفع ممكن، والغرامات زادت وخليه، احنا داخلين دلوقتي على 80 مليون ممكن يبقوا 90 مليون خلال الشهر اللي جاي ده، وهو اصلا كهربا قدامه حوالي شهر واسبوع حاجة زي كده، يعني قدامه خلاص، ولسه ما جاش نتيجة الطعن من الفيفا، اللي لو ما جاتش نتيجة الطعن، ولو طعن كهربا اترفض ما تقبلش، خلاص الزمالك بعد 30 يوم من الان سوف يدخل له اكتر من 80 مليون جنيه من كهربا، يا اما اللعيب هيتوقف عن ممارسة اي نشاط رياضي. البطولة العربية، عاوز اكلمك على البطولة العربية، تعالوا بينا نعرف كده ايه اللي حصل. اللي حصل احكي لكم الموضوع من الاول، استاذنكم بس نرفع رتم اللايك بعد اذنكم على اليوتيوب، بعد اذنكم استاذنكم نرفع رتم اللايك. بعد ما بدأت الكلام او بدأ الاقاويل على البطولة العربية، المفروض اتحاد الكورة الاتحاد العربي بعت له، يبعت لنا الاسماء اللي هم يعتبر الاول والتاني، ورشح لنا نادي تالت. فالاتحاد بعت الزمالك والاهلي وبعت طلائع الجيش، وما بعتش بيراميدز، رغم ان بيراميدز هو صاحب المركز التاني، ولكن الزمالك ما بعتش بيراميدز. فبيراميدز غضب، بعت خطاب لاتحاد الكورة قال له انا المركز التاني، انت بعت الاهلي وطلائع الجيش بناء على ايه؟ بعت الاهلي وطلائع الجيش بناء على ايه؟ فطبعا الاتحاد بقى عمال يراوغ ويلف ويدور، هم طبعا عاوزين يدخلوا الاهلي مكان بيراميدز. تمام تمام، اتفاجئت امبارح ببيان طالع من الاهلي. انتوا عارفين الاهلي كل ما بيتزنق يروح مطلع بيان، تعالوا نشوف البيان بتاع الاهلي كده قال ايه. بيقولك الاهلي يعتذر عن المشاركة في البطولة العربية، ارسل النادي الاهلي خطاب اليوم الى الاتحاد المصري يؤكد فيه على تقديره للدعوة الكريمة التي تلقاها للمشاركة في البطولة العربية. يعني الاهلي تلقى دعوة كريمة، هنشوف دلوقتي حقيقة الدعوة الكريمة دي. الدعوة الكريمة التي تلقاها للمشاركة في البطولة العربية المقرر اقامتها بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وجاء في الخطاب انه يقدر رغبة النادي في تلبية الدعوة الكريمة، الا انه يعتذر عن المشاركة في هذه البطولة وفقا للرؤية الفنية وبسبب تلاحم المواسم. يعني الاهلي مش عاوز يشارك عشان تلاحم المواسم. طب انت من يومين تلاتة لما كنت عمال تعيط وتدبدب على الارض عشان تشترك في البطولة العربية، ما كنتش عارف ان كان في تلاحم مواسم؟ ما كنتش عارف ان كان في خطر عليك على المواسم، ولا عرفتها دلوقتي؟ جمهور الاهلي بيصدق.
وضغط المباريات المتتالي الذي يترتب عليه او الذي ترتب عليه اصابه العديد من اللاعبين، كما ان الموسم المحلي سوف تنتهي فعالياته يوم 15 يوليو، فيما تبدا منافسات البطوله العربيه يوم 30 من نفس الشهر وتنتهي في الخامس من اغسطس المقبل، وبالتالي لن يحصل لاعبو الاهلي على اي فترات راحه بين الموسمين، ولن يتمكن الجهاز الفني من اقامه فتره اعداد للموسم الجديد الذي ينطلق في الاول من سبتمبر، وهو ما يؤدي الى المزيد من الاصابات بين عناصر الفريق، لذا يعتذر النادي عن عدم المشاركه في البطوله العربيه، وهو يؤكد على تقديره الكامل للدعوه التي تلقاها من الاتحاد العربي. يبقى كده الاهلي بيقول لك انا جالي دعوه وانا رفضت اشارك. طيب تعالوا نشوف بيان الاتحاد العربي. الاتحاد العربي اول ما سمع الكلام الفارغ ده رد قال ايه؟ وردنا من احد اعضاء الاتحاد العربي لكرة القدم وعن رغبة مشاركة النادي الاهلي في البطولة العربية للاندية، وبناء عليه وبناء على طلب الاهلي المدعوم من اتحاد الكرة المصري والمرسل الى الاتحاد العربي لكرة القدم، هقولها لك تاني، وبناء على طلب الاهلي المدعوم بخطاب من الاتحاد المصري المرسل للاتحاد العربي ونقل رغبة النادي الاهلي في المشاركة، يعني اتحاد الكورة نقل رغبة الاهلي اللي هو عاوز يشارك للاتحاد العربي، يعني ما حدش يتحايل على الاهلي عشان يدخل. وايضا ما قدم من السيد هاني ابو ريدة لتدعيم رغبة المشاركة عند الاهلي، وعند عقد سلسلة اجتماعات رفض الطلب اللي الاهلي كان مقدمه هو واتحاد الكورة، رفض الطلب من قبل كل الاعضاء رفضا تاما مشاركة الاهلي في هذه البطولة لما بدر منه سابقا من ادارة الاهلي في اخر بطولة شارك فيها الاهلي، وعليه تم ارسال رسالة من الاتحاد العربي لكرة القدم لإدارة النادي الأهلي وللاتحاد المصري لكرة القدم. معناه إيه الكلام ده؟ بيان الاتحاد العربي وخطاب الاتحاد العربي هو بيؤكد أن الاتحاد العربي ما بعتش دعوة لحد، الاتحاد العربي ليك لوائح هقولها لك دلوقتي، اللي حصل الاتحاد العربي بيكشف يعني كذب هذا النادي الذي يعيش دائما على الكذب والذي يعيش على الضحك على جماهيره. وانا اقسم بالله بتكلم بجد، لا كلام تحفيل ولا هزار، انا بقسم بالله هذا النادي واعلامه بيتغذوا على الكذب على جماهيرهم ليلا نهارا، وبيحاولوا يصدروا الخيبة على انها بطولة. الاتحاد العربي بيقول انت اللي بعت وانا اللي مش عاوزك، وانت اللي بعت مع اتحاد الكورة بدليل انك نادي كذاب، بدليل انك نادي مدلس. هو انت لسه فاكر دلوقتي ان تلاحم المواسم، وما كنتش فاكر من اسبوع لما كنت عمال بتتحايل عشان تدخل البطولة العربية؟ طب والاجتماعات والاتصالات اللي حصلت بين محمود الخطيب والسيد هاني بوريدة، لما كان محمود عمال بيتحايل على السيد هاني بوريدة ويقول له عاوزين ندخل دعمنا دعمنا، ولكن الاتحاد العربي والكلام ده بقى اللي انتوا سيادتكم مش قادرين تعرفوه او مفيش حد بيقول لكم الكلام ده، الاهلي كان هيشارك في الادوار التمهيدية، واي نادي بخلاف الزمالك كان سيشارك في الادوار التمهيدية في هذه البطولة وما كانش هيشارك في الادوار النهائية. طب ليه يا محمد؟ هل الاهلي عشان نادي صغير؟ لا، الاهلي نادي كبير، الاهلي نادي كبير، والاهلي ينجح اي بطولة عشان جماهيره كبيرة. شفت احنا بنتكلم حق ربنا ازاي؟ شفت احنا بنتكلم بالصراحة ازاي؟ اي بطولة فيها زمالك واهلي تنجح تسويق واعلانات وميديا وكل حاجة، ولكن اللي هينافس في الادوار النهائية ابطال الدوري في كل دولة، يعني الزمالك بطل مصر، مش عارف في الترجي بطل تونس، مش عارف الوداد او الرجاء مش مين اللي خد الدوري في المغرب، هو ده اللي هيشارك، انما الاهلي هيشارك من الادوار التمهيدية. الاهلي رفض،
قال لك لا انا مش هشارك في الادوار التمهيديه، انا المدير. ماشي انت مدير على نفسك، انما احنا في لائحه انت هتشارك في الادوار التمهيديه لان انت صاحب المركز الثالث في بلدك، فما تجيش تعمل علينا ذكر. لا انا عاوز اشارك في الادوار النهائيه. راحوا قالوا له مع السلامه، واحنا اصلا ما بعتنا لكش، واحنا اصلا مش طايقينك ومش عاوزينك. اول ما الخبر ده وصل امبارح وتاكد عدم مشاركه الاهلي في البطوله العربيه، اول ما تاكد الخبر ده ايه اللي حصل؟ جري الاهلي عندهم واحد اسمه حنفي داخل الاهلي، هو ده اعتقد اللي بيطلع البيانات، واحد اسمه حنفي. جري حنفي راح مطلع بيانات عشان يصدر قبل ما الاتحاد العربي بقى يطلع، عشان يصدر لجماهيره ان احنا اللي رفضنا واحنا اللي مش داخلين. ما تبطل كذب، بطل كذب، انتوا بتكذبوا، انتوا عمركم ما قلتوا معلومة صحيحة، انتم عايشين نايمين واكلين شاربين على الكذب وعلى التدليس. بطلوا كذب بقى، بطلوا كذب بقى. ليه بتضحكوا على جماهيركم؟ قولوا ان احنا كنا عاوزين نشارك في الادوار النهائيه والاتحاد العربي رفض وقال لنا عشان انتم صاحب المركز الثالث. ما يعني ما تكذبش، قول الحقيقه، انما انت ليه كذاب؟ موضوع بصراحه بقى حاجه يعني بجد اشمئزاز كروي انت بتتفرج عليه يوميا. بالظبط الاهلي بيفكرني بعلي بيه مظهر، فنان الكبير محمد صبحي، معوش فلوس وراجل فقير وعايش في دور الغني. هوب فوق انت يا ولد، انت نيله فوق فوق هوب، عامل فيها ان هو وانت مش لاقي تاكل. فانا بشبه لك الوضع، بشبه لك الحاله المزريه اللي احنا وصلنا ليها في الكوره المصريه.